بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. تحت العنوان Change the Visibility of HTML Element راح نتحكم في ظهور نص معين وإخفاء. ديت الفكرة بمنتهى البساطة. فعشان كده عندنا اثنين بوتون. البوتون الأولاني هيشغل فانكشن اسمها My Function 1، ودي المسؤولة إنها تظهر لي نص معين. الفانكشن الثانية أو البوتون الثاني موجود فيه My Function 2، وديت مسؤولة على إنها تعمل لي هايد نص معين. وبعدين واخد ال H1 اللي فيه الـ ID Heading ده اللي موجود فيه النص اللي أنا هتحكم فيه إنه يظهر أو يختفي. هروح على السكريبتس ومشغل ماي فانكشن 1، الفانكشن الاولانيه والفانكشن الثانيه. الفانكشن الاولانيه هقول فيها يا مستند عايز ايه دوكيمنت، يا مستند انا عايز ايه، عايز دوت جيت اليمنت باي ادي، عايز انادي على عنصر معين. العنصر ده تاخد اي دي اسمه هيدنج، اللي هو ايه، اللي هو البوتون اللي انا عايز اظهره، ده اللي انا عايز اظهره. فبنادي عليه الاول، بقول له يا هيدنج عايز مني ايه، انا عايز اطبق ستايل معين. دوت ستايل، الستايل ده عباره عن ايه؟ الستايل ده بيكون عباره عن فيزابيليتي. الكلام بتاع سي اس اس ايام زمان. طيب اوكي جميل، بيساوي عايز تخلي القيمه مين؟ إيه هو تقريبا الزرار الاولاني كان عندي شو، فانا هخلي القيمه الاولانيه بتكون عباره عن ايه؟ فيزابل. كأنه هو مرئي يعني، تمام كده. وانا لو عملت كنترول سي ونزلت على الفانكشن الثانيه وعملت كنترول في، وهخلي القيمه الثانيه بدل فيزابل هتكون عباره عن ايه؟ هايدن اور هيدن. فانا لو عملت كنترول اس كده، الاولاني واخد شو والثاني واخد هايت، وده النص. لو انا رجعت وعملت ريفريش، ادي شو هو كده ظاهر، طالما شو ما فيش مشكله، هايد هيبتدي يختفي، شو هيبتدي يظهر، هايد هيبتدي يختفي، وهكذا. ديت الاليه. طبعا انا ما جبتش حاجه من عندي. موضوع الفيزابيليتي ديت اتريبيوت موجوده في سي اس اس، والقيم بتاعتها فيزابل وهايد. الكلام ده تسبق ان احنا حكينا فيه في كورس السي اس اس من ايام زمان. ديت مجرد جاست فور اكزامبل ازاي تتحكم بظهور نص. ممكن تتحكم بظهور صوره، بظهور لينك، بظهور اي شيء، طالما انت بتنادي عليه ومديله بآليه معينه. احنا عشان نادينا على الاي دي اللي اسمه هيدنج، فاحنا الاي دي اللي اسمه هيدنج واخد ايه؟ واخد نص. انا يعني ممكن احط صوره وانادي عليها، ممكن احط لينك وانادي عليه، ممكن احط فورم وانادي عليه، ايا تكن الاليه. كل الطرق تؤدي الى نفس النتيجه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.